مساء الفل على كل حبايبنا اللي بيتابعونا من كل مكان. اهلا وسهلا بيكم، وكل سنه كل سنه وحضراتكم طيبين. بمناسبه شهر رمضان الكريم، النهارده اول يوم ليا معاكم في رمضان، بما انه برنامجنا بقى سبت وحد واثنين، فالنهارده اول يوم في رمضان لبرنامج لقمه هنيه. النهارده هنعمل وصفات بسيطه للغايه لكنها مقصوده. النهارده هنعمل فراخ محمره، هنشوف الطريقه المثلى لسلق الفراخ، ازاي هنسلق فرخه بشكل مثالي، وبعدين هنحمرها ونشوف ازاي طريقه تحميرها والكلام ده كله. كمان النهارده هنعمل رز بالشعريه برضو بطريقه مثاليه او بطريقه مظبوطه جدا، هتدينا طعم حلو جدا، وهنشوف موضوع الميه اللي في الرز ده يتحط قد ايه. كمان النهارده هنعمل ملوخيه، هنتكلم شويه عن الملوخيه وتاريخ الملوخيه وليه سموها كده. هنتكلم في حلقات رمضان كلها عن حكايه ورا كل اكله. ان شاء الله تعجبكم حلقات رمضان، يكون شكلها مختلف. مش هناخد فاصل كالمعتاد، هنخش على طول في الوصفات. يلا يا ابو حميد، تعال نقول مقادير وصفه الفراخ المحمر. يلا بينا. المقادير كالتالي: فرخه، ورقه لورا، ورق لورا هما ورقتين ثلاثه يعني، مكعبات بصل، كمان عايزين مكعبات جزر، واعواد كرفس، واعواد بقدونس. خلي بالكم انا في الكرفس وفي البقدونس في الشرب عامه زي ما احمد كده جايب لكم، انا بستخدم السيقان، ما بستخدمش الاوراق. الكلام ده مهم جدا، بستخدم السيقان وما بستخدمش الاوراق. معلقه سمنه وملح وفلفل اسود. هنعمل ازاي الشوربه؟ تعالوا نشوف طريقه حلوه جدا لصنع الشوربه. يلا بينا. هاخد السمنه وانزل بيها هنا في الطاسه. عايز اعمل شوربه طعمها قوي جدا، طعمها غني كده. حطيت السمنه هنا في الحله دي، الحله اللي انا هعمل اللي انا هسلق فيها الفرخه. الشوربات او الشوربات اللي بتطلع نتيجه سلق اللحوم ليها طرق متعدده. ممكن نخليها بنسميها احنا في مطبخ كلير، اللي هي الرايقه، الشوربه الرايقه، وساعات بنخليها شوربه غامقه، وساعات بنخليها شوربه فاتحه. اللي انا هعمله النهارده هي الى حد ما شوربه غامقه سنه، بس طعمها حلو جدا. هنعمل ايه؟ تعالوا نشوف هنعمل ايه. يلا هحط البصل. حطيت البصل والجزر في السمنه. ايه ده، هو انا مش بعمل شوربه؟ ما انا ليه بعمل كده؟ انا النهارده هعمل لكم طعم خطير جدا من الشوربه دي، وهي على النار كده. هنديها رشه ملح ورشه فلفل اسود. طب وبعدين؟ لو تلاحظوا لما احمد يجيب لنا دلوقتي الحله، هتلاحظوا انه احنا مش معليين درجه الحراره، مخلين كده تشويح بسيط يطلع الطعم من غير ما يلون المكونات. ده اللي احنا عايزينه هنا. نديها كده تقليبه، ونيجي هنا ناخد ورق اللورا. احنا قلنا هنحط ورقتين، هنختار بقى ورقتين كبار، ورقتين اللورا دول. يلا بينا. طيب هنعمل ايه كمان؟ هاجي هنا اجيب سيقان البقدونس من غير ورق. تقليبه كده اخيره، اروح جايب سيقان البقدونس. شفت؟ يا سلام يا ابو حميد، اللهم اني صائم. ندي كده تقليبه وناخد سيقان البقدونس ننزلها هنا. الله عليك. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنجيب بقى الفرخه. شايفين الالوان دي يا جماعه؟ اطعمه مش بس الوان، يعني هنا الالوان دي والمكونات المختلفه دي، كل مكون ليه طعم متفرد مختلف عن المكون الاخر، هيطلعوا طعم حلو جدا في النهايه. طب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنيجي هنا هنروح ايه واخدين الفرخه. تعالوا نجيب حاجه نمسك بيها عشان ما نقعدش نغسل ايدينا. هاجي كده اخد الفرخه هنا. يلا ابو حميد، زي ما هي كده، واروح جاي مبيتها على الجمال اللي تحت ده. شايفين الأطعمة الحلوة دي؟ هبيت الفرخة هنا كده زي ما هي، وهحركها كده عشان تبقى هي اللي لامسة الايه؟ تبقى هي اللي لامسة تحت الطاسة، فتاخد لها برضو لسعة صغيرة كده لمدة 30 ثانية يا دوبك. حلو. في الفترة دي بكون أنا عامل ايه؟ بكون أنا مجهز مية سخنة بنزل بيها على الفرخة. تعالوا نبص بصة هنا، بنزل على الفرخه نفسها عشان جلدها يشد. احنا بنعمل شوربه فراخ، بنسلق فرخه، بس الطريقه دي في السلق طريقه خطيره جدا، هتطلع نتيجه حلوه جدا. كانت النصيحه الاولى لحضراتكم ان احنا نشوح الخضروات اللي احنا حاطينها. طب ما ايه هي النصيحه الثانيه؟
درجة حرارة السلق ما ينفعش تكون درجة حرارة الغليان، عشان تبقوا بتاكلوا كده لحمة اللي هي لحمة الفراخ يعني تكون بتتقطم بسهولة، ما تكونش فيها فتل كده، بلاش تخلوا درجة حرارة السلق عالية. أحمد بيقول فاضل 3 دقايق ونطلع فاصل، علشان كده لازم نشوح الشعرية، لازم نحمص الشعرية بتاعت الفراخ على طول. تعالوا نقول مقادير مع بعض، اتفقنا إن الفراخ مش هنعلي عليها، هي دلوقتي بدأت تغلي، هروح تعالى كده يا أبو حميد، أول ما ألاقيها بتغلي هروح جاي مهدي درجة الحرارة. هديت درجة الحرارة، أيوه هي دي يا أبو حميد. لقيتها بتغلي هنا كده، لا ما يعجبنيش موضوع الغليان ده، هعمل ايه؟ هوسطن الحله، اتاكد ان هي مظبوطه. احنا سعداء جدا بوجود لافا معانا، سبونسر الخاص بالحلل، احنا استخدمنا الحلل بتاعته في رمضان اللي فات لو انتوا فاكرين في لقمه هنيه هنا، وفي الحقيقه كانت الحلل وطاسات واواني طبخ سهله الاستخدام جدا، وكمان بيعجبني ان هي سهله التنظيف جدا كمان، هي كوريه الصنع، الجوده بتاعتها عاليه جدا. شكرا يا لوفا على وجودك معانا السنه دي كمان. هنعمل ايه؟ هنغطي الحله ونسيب الفراخ لمده 40 دقيقه بس تكون درجه الحراره هاديه، فانا هتاكد هنا ان انا في البوتاجاز النار على اهدى درجه حراره ممكنه. نقول حالا مقادير الرز بالشعريه، يلا يا احمد. مقادير الرز بالشعريه كالتالي: كوبايتين رز ابيض، كوبايه شعريه، كوبايتين ميه، مع معلقه سمنه، و ورقتين لورا، وملح وفلفل اسود. لاحظوا ان الرز بالشعريه مكوناته بسيطه جدا، بياخد الطعم منين؟ بياخد الطعم من تحمير وتحميص الشعريه. هل محتاجين نحط له مرقه؟ ما يضرش، ممكن نحط له مرقه بس مش شرط، ممكن يطلع رز طعمه حلو جدا من غير ما نحط مرقه. هنعمل ايه؟ تعالوا نشوف حالا هنعمل ايه. هاجي هنا كده اخد السمنه، واجي اروح واخد السمنه دي نازل بيها هنا في الحله اللي انا سخنتها كويس، وبعدين هديها تقليبه كده هنا، واروح جايب الشعريه وانزل بالشعريه هنا واحمر الشعريه كويس لغايه ما يبقى لون كل حبايه لون داكن، لون بني غامق، ده اللي هيدي طعم اصلا للرز بالشعريه. ممكن يا ابو حميد بقى تروح تاخد فاصل على محمص انا الشعريه، نتفرج على شويه اعلانات كده، شويه فواصل وبروموهات، ونرجع نشوف ازاي هنكمل الرز بالشعريه. استنونا، يلا بينا يا ابو حميد اطلع فاصل. يا اهلا وسهلا بيكم مره تانية، رجعنا من الفاصل. قبل الفاصل كنا بنحمص الشعريه وما زلنا بنحمص الشعريه برضو، درجه حراره متوسطه، عايزين ناخد لون واحد في كل الشعريات، كل واحده من وحدات الشعريه عايزين لونها يكون ذهبي غامق او بني فاتح كده، ايه زي ما بنقول، علشان تدينا نتيجه جيده، عشان تخلي طعم الرز حلو. التحميص ده بيخلي في النهايه طعم الرز حلو جدا. طيب هنعمل ايه كمان؟ ندي كده تقليب هنا، استمر كده حاجه بسيطه في التقليب، نسيبها كده شويه عشان تاخد لون ونرجع نقلبها تاني. نجهز بقى ورق اللورا هنا، ممكن ناخد بقى رشه الملح دلوقتي ورشة الفلفل الأسود كمان، ونديها تقليبة حلو قوي المسكات السيليكون دي، علشان ما كان ممكن على فكرة يعملوا المسكة بتاعت الحل على طول من البلاستيك مثلا على سبيل المثال، بس لما الحلة بتبقى مسكاتها أو الأطراف بتاعتها كلها معدن كده، ينفع الحلة دي زي ما هي كانت تحطوها في الفرن. لو عاملين هنا مثلا شوية بامية ولا حاجة وعايزين تدوها وش، بدل ما تفضوها في طاجن او في طاجن ازاز او طاجن فخار، لا على طول ممكن تاخدوا الحله دي زي ما هي تحطوها في الفرن، بس ما بنعرفش نمسكها واحنا بنطبخ، فبنعمل ايه؟ بنستخدم بقى ايه؟ المساكه السيليكون دي اللي لافا عاملاها، فكره حلوه جدا ولطيفه جدا في الحقيقه، بتريحني جدا في الطبخ. ندي كده هنا تقليبه، ميرسي يا لافا، ندي تقليبه كده حلو كده، بالنسبه لي لون حلو جدا. بص كده يا ابو حميد على اللون اللي احنا عايزينه ده في النهايه شكله عامل ازاي قبل ما نحط الرز من فضلك. ده لون كده بالنسبه لي حلو جدا، احمد جابه لنا اهو. هنعمل ايه بقى؟ نروح جايبين الرز، عشان لازم تبقى فيه نسبه وتناسب ما بين كميه الرز وما بين كميه الشعريه. ليه؟ عشان تبقى الشعريه باينه، مش هو اسمه رز بالشعريه، لازم تبقى الشعريه باينه كده في الرز ابو الشعريه ده. هتشوفوا حالا شكل الرز بالشعريه اللي احنا عاملينه عامل ازاي. بصوا الجمال، هو ده الشكل اللي احنا عايزينه في النهايه، ده شكل الرز بالشعريه. هيجيبه لكم احمد وهو جايبه لكم كده، هنحط عليه ورق اللورا
وننزل عليه بالميه، ميه تسويه الرز. الرز المصري متوسط الحبه في الغالب الكيلو رز بياخد لتر ونص ميه، الا اذا كان مكتوب على الكيس كلام غير ده، لان كل زرعه بيبقى ليها تركيبتها الخاصه. فاحنا زي ما بنيجي نسلق المكرونه كده ونبص في ظهر الكيس، طب لو مش مكتوب او كان رز سايب بنعمل ايه؟ بنحط ميه لغايه ما يبقى فيه عقله ميه فوق الصباع من المسافه ما بين الرز وسطح الميه، مسافه عقله صباع بنعرفها بالعين كده، او لو احنا متعودين على الطبخ وما عندناش مشاكل بنحط صباعنا كده زي ما انا حطيت. انا كده لقيت الدنيا تمام. هنقفل هنا وهنسيب الرز ده على درجه حراره عاليه يتشرب، وبعدين نخش على طول على طريقه 6 دقايق. حاضر يا حميد. بعد ما يتشرب هنوطي عليه ونسيبه يستوي كالمعتاد زي الرز العادي جدا اللي احنا متعودين عليه. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنحط هنا الحله دي ونفتحها ونعلي نشغل عليه درجه حراره ونقول مقادير الملوخيه. يلا يا ابو حميد من فضلك. مقادير الملوخيه كالتالي: نص كيلو ملوخيه، لتر مرقه. يا سلام بقى لو كانت مرقه سلق الدجاج هيبقى حلو جدا. معلقتين سمنه، معلقه ثوم مفروم، ومعلقه كزبره ناشفه. يلا نشوف هنعمل ايه. في الحقيقه الوصفات النهارده هي وصفات بسيطه للغايه، يبان ان هي هو ما احنا بنعرف نعمل ده فعلا، ده حقيقي. انا عارف ان كتير من حضراتكم بيعرف يعمل كده، بس احنا النهارده بنعمل الاكل بطريقه تقليديه علشان نبين ازاي الاكل اللي احنا بنحبه باستمرار نطلعه في احسن صوره ممكنه. يعني سلق الفراخ، هو في حد ما بيعرفش يسلق الفراخ؟ في الغالب معظم الناس بتعرف تسلق الفراخ، لكن احنا النهارده بنشوف طريقه لسلق الفراخ. هات كده يا ابو حميد الفراخ، معلش. بنشوف طريقه لسلق الفراخ هتدي نتيجه ما عرفناهاش قبل كده او ما عملناهاش قبل كده، احنا مش متعودين على الطريقه دي. شايفين درجه حراره الميه؟ هي دي يا جماعه درجه حراره السلق، ده اسمه سيمرنج، السلق البطيء. هو ده السلق اللي بيطلع مكونات ما بتشدش. كتير من السيدات كنت بسمعهم بيقولوا انه اصل الفرخه دي لسه مذبوحه النهارده فلحمها بيشد. هو ده عامل، ده احد عوامل برضو ان هي ما تكونش يعني ما تكونش سهله المضغ، لكن لو سويناها بالطريقه دي حتى لو شاريينها النهارده هتكون سهله جدا في المضغ. فعشان كده النهارده قررت في اول يوم رمضان اعمل لكم وصفات انتوا بتعرفوا تعملوها بس بشكل مختلف. يلا ابو حميد انا بعمل ايه دلوقتي او هنعمل ايه حالا؟ هنعمل الملوخيه. يلا بينا نشوف موضوع الملوخيه ده هيتعمل ازاي. هقرب مني المكونات. والله الفرخه دي ممكن نجيبها هنا كده ونشغل هنا النار على، انا عايزك تبقى شايف احسن، فاهم؟ يلا كده زي الفل صح؟ طيب هنعمل ايه هنا؟ انا هنا مولع النار، هروح جايب كده مضرب. يلا بينا هنعمل ايه؟ هنيجي هنا نجيب المرقه وننزل بيها في الحله اللي احنا مسخنينها، ونروح جايبين الملوخيه، نازلين بالملوخيه كده هنا وعاملين ايه بقى؟ مدينها كده تقليبه كده. نجيب بقى مساكه من المساكات اللي احنا قلنا هنستخدمها عشان نعرف نمسك الحلل كويس، مساكات السيليكون دي، ونمسك كده المساكه وندي تقليبه. لون الملوخيه الزاهي ده هيفضل زاهي، هنشوف ازاي هيفضل زاهي. يلا بينا ندي كده هنا تقليبه ونسيب درجه الحراره عاليه على الملوخيه، واوعوا تغطوا الملوخيه، محتاجش نغطيها. تمام. طيب على الملوخيه تاخد غلوه كده، هنسيب فيها هنا كده المضرب السيليكون ده ونيجي نضرب تاني كذا مره ورا بعض. تعالوا نشوف الفرخه هنعمل فيها ايه. بعد ما بتكون اتسلقت الفرخه دي، بس نجيب حاجه كده نقطع عليها. يلا بينا. بعد ما الفرخه دي بتتسلق بنسيبها تبرد، وبعد ما بتبرد علشان نحمر فرخه حلو هنعمل ايه؟ اقول لكم حالا. لازم نجفف سطح الفرخه علشان الجفاف هيدي لون حلو في التحمير. لو احنا مش مجففين الفرخة مش هتاخد لون حلو. هنشوف بالظبط احنا نقصد ايه بده. يلا بينا هاجي هنا كده واروح جاي حاطط الفرخة هنا. طيب هل انا ايه رأيكم؟ عايزين نحمر الفرخة بالكامل ولا نقطعها نصين
بصوا انت عايزها بالكامل كده؟ حاضر يا ابو حميد، والله اللي عاملها لك بالكامل. هاجي هنا كده. طيب يبقى طالما هنعملها بالكامل يبقى مش هنقطعها، هنجيب بس كده المناديل ونجفف سطح الفرخه. ده مهم قوي قوي قوي، ده اللي انا بعمله دلوقتي، ده اني اجفف كده ايه سطح الفرخه. احنا قلنا ليه؟ لان التحمير دي طريقه طهي جافه بتحتاج جفاف سطح الشيء اللي بنحمره علشان يدينا نتيجه كويسه. كل ما كان السطح جاف اكتر كل ما النتيجه كانت احسن. عشان كده بنصحكم قبل ما تدخلوا حاجه الفرن، لو بتشووا بروتين يعني وعايزين تدخلوه الفرن، قبل ما تدخلوه الفرن لازم انه انتوا تجففوا سطحه. هاجي هنا كده احط مقدار من الزيت. طيب وايه كمان؟ ممكن ناخد معلقه سمنه، سمنه مع زيت هيدي طعم حلو جدا. ناخد معلقه كده من السمنه نحطها هنا ونسيب ده يسخن. على ما ده يسخن نروح نقلب الملوخيه. يلا يا ابو حميد من فضلك. نيجي هنا كده ندي تقليبه كده للملوخيه. الرز اخباره ايه؟ تشرب. سلام، هات كده الرز يا ابو حميد بعد ما تشرب حبيبي، ونوطي عليه. يلا بسرعه احسن هيبرد مننا. يلا الرز اتشرب اهو، ورق اللورا طلع على السطح. شايفين ورق اللورا اخضر علشان يتنقع في الميه. وبعدين هنغطي عليه ونسيبه يكمل تسويه. ايه اللي هيتعمل بقى دلوقتي؟ هنستمر كده في تقليب الملوخيه على النار، نبتدي نحط الفرخه على النار تتحمر قبل ما نطلع فاصل او حاجه. نعمل ده مع بعض حالا. يلا بينا. هنا الزيت بيسخن مع السمنه، هل سخنه كفايه؟ لا، محتاجين 30 ثانيه كمان. احط بقى على الفرخه ملح وفلفل اسود. نصيحتي ليكوا حطوا ملح، خدوا فلفل اسود بعد ما تطلع من الفرن. ملح هيفيد جدا في خلي الجلد طعمه حلو، وهيخلي فيه كريستالات كده من اللون الذهبي على الجلد. مهم الكلام ده جدا. ممكن بقى ايه نمسك كده نقلبها كده، وناخد رشة من الملح برضو فوق الفرخة الناحية التانية. بس انا كده جاهز لتحمير الفرخه دي. يسخن الزيت وانزل عليها على طول، وانزل بيها على طول في التحمير. بص كده يا ابو حميد على الملوخيه هنا، الملوخيه بدات تنسجم. امتى بحط التقليه؟ لما الملوخيه تستوي. طب هل هي الملوخيه بتستوي؟ اه، ما تاخدش وقت كبير طبعا، يعني يا دوبك 3 4 5 دقائق بالكتير جدا، وهي مفتوحه عليها كده مش متغطي عليها. قول يا حمد. حلو جدا. احنا نحط الفرخه في الزيت وندي خليك تطلع فاصل على طول. يلا بينا تقليب هنا كده، ونيجي يلا بينا هناخد الفرخة ونلفها كده وننزل بيها في الزيت بالشكل ده. طب هنحط لها ايه وهي بتتحمر كده؟ ممكن تحطوا حباية مستيكة وورقة لورا وحباية حبهان، هيعملوا نتيجة حلوة جدا. هتشوفوا ريحة حلوة جدا وطعم حلو جدا. خد فاصل يا ابو حميد، احمد ابو حميد مخرج البرنامج، خد لنا فاصل من فضلك عشان نرجع بعد الفاصل نشوف الفرخة المتحمرة ونشوف ازاي هنعمل طشة الملوخية ونقدم سفرة النهاردة. يلا استنونا، استنونا طيبين. يا اهلا وسهلا. بصوا انا عمال اعزف الفرخه وعمال اقلبها بالمساكه اللي انا ماسكها كده يمين وشمال. هاتنا يا ابو حميد الجمال ده من فضلك. بص انا عايز الفرخه تطلع متحمره كلها على بعضها كده بنفس الشكل، فبعمل ايه؟ مستمر معاها في تقليبها كده على النار، وعمال كده خدها يمين في شمال في شمال في يمين علشان تطلع لي نتيجه حلوه لشكل حلو للفرخه المتحمره. يلا يا ابو حميد اخر تقليبه اهي. جميل قوي الكلام ده. يلا بينا. كل حاجة بص فرخة عمالة تتلوى في الزيت. يا سلام يا ابو حميد، مخرج مخرج فني برضو. اعمل ايه بس فيك يا اخي. يلا هناخد الفرخة دي كده ونيجي هنا نحطها هنا على السفرة، وناخد بقى الملوخية اللي خلاص جاهزة. الملوخية هنا نديها تقليبة كده حلوة. بعد ما ادينا تقريبا الملوخيه هنوطي عليها خالص خالص،
وبعدين نروح جايين واخدين السمنة نازلين بيها هنا، ناخد التوم والكزبرة جنبينا، السمنة اهي حطيناها هنا. هحط انهي الاول، التوم ولا الكزبرة؟ طبعا الناس كلها بتقول التوم، هنحط الكزبرة مش عشان نختلف، علشان عارفين كده لما بتيجوا تحمصوا الكزبرة قبل التسوية الزيت برضو ممكن ان هو يسخن او ممكن يطلق النكهة بتاعت الكزبرة قبل ما نحط التوم. وبعدين نروح جايب التوم نازل بيه هنا. التوم ما بنسويهوش قوي، ما بنخليهوش يحمر ولا الكلام ده كله، جربوا بس اللي بقولكوا عليه ده، ومتأكد ان هيعجبكم قوي او هتعجبكم قوي النتيجة دي. هنعمل ايه؟ هناخد ده حالا دلوقتي وننزل بيه هنا. يلا بصوا الجمال والحلاوة. طب وايه كمان كده؟ الملوخية احنا خلصناها، هنعمل ايه بقى؟ هنشوف حالا هنعمل ايه. يلا بينا بقى نغرف الملوخية دي ونقدمها. ندي كده تقليبة بس قبل الغرف وناخد الملوخية. بصوا لون الملوخية وجمالها. انا بسيب شوية طشة دايما دايما، بسيب شوية طشة احطهم على سطح الملوخية بعد التقديم. الناس اللي بتسأل على الملوخية وبتقول هل بنحط عليها بيكربوناتو بيكنج سودا بقى او الكلام ده كله علشان نخلي لونها يفضل فاتح، لا مش محتاجين، اعملوا بس بالطريقة البسيطة اللي احنا عملناها النهاردة دي، هتلاقوا نتيجة حلوة جدا من غير ما تحطوا بقى بيكربوناتو ولا الكلام ده كله. يلا فاضل ايه بقى؟ فاضل نغرف الرز. بس قبل ما نغرف الرز هنمسح البولات اللي فيها الملوخية ونحط عليها الطشة. احمد انت بتحتاج ان الاطباق تبقى قريبة من بعض ولا بعيدة عن بعض؟ يلا بينا نقرب كده ايه الاطباق من بعضها وناخد الطشه، هو اخر جزء بقى في الطشه ننزل بيه هنا كده على السطح. يلا كده شايفين الطشه باينه على السطح، لانه مهم قوي ان الطشه تبان على سطح الملوخيه، فشويه بيتقلبوا جوه وشوية بيبقوا على السطح. يلا بينا بقى ايه نقدم الرز اللي استوى هو كمان. يلا يا ابو حميد هقدم الرز ونشوف على طول احنا عملنا ايه النهارده. الرز لونه حلو قوي. بصوا الشعريه بقى لما تتحمر كويس، هات كده يا ابو حميد الرز اللي انا بغرفه ده. بصوا الشعريه لما تتحمر كويس بتخلي الرز شكله حلو ازاي. يلا بينا يلا بينا ابو حميد. ده طبق رز بالشعريه بسيط جدا. النهارده كانت وصفات بسيطه، النهارده عملنا 3 وصفات، اخر طعامه واخر حلاوه. عملنا ايه؟ عملنا النهارده ملوخيه بالطشه، وعملنا رز بالشعريه مع الفرخه المتحمره، وشفنا طريقه مثاليه لسلق الفراخ. حلقه النهارده من الحلقات اللي هنستخدم الطرق اللي فيها بعد كده في ايام اخرى ووصفات اخرى اكثر